صباح الخير ومساء عليكم. الاخبار يا رب كله يكون تمام. كل سنه متعودين بنشوف موبايلات كتير من شركه ريمي، ولكن ساعات كده كل سنه بنلاقي موبايلات اول مره تنزل لنا مصر او موبايلات ما شفناهاش قبل كده، زي زمان الريمي اكس تي لو حد فاكره. فمن فتره مش قليله على تيك توك وعلى انستغرام كنا بنفتح كده باكج ريمي بعتته لنا، كان في زي دعوه للمؤتمر بتاع ريمي جي تي ماستر اديشن، وده موبايل باين جدا من اسمه اللي هو ماستر اديشن كده، وحاجه مختلفه. ومن اول ما جالي الباكج بتاع الدعوه بتاعه الموبايل دوت، انا عرفت ان الموبايل دوت هيكون موبايل جديد مختلف نازل عندنا في مصر. النهارده هنتكلم على موبايل مميز جدا من شركه ريلمي. هو اتاخر علينا شويه عبال ما جه مصر، ولكن هي حاجه اول مره نشوفها من ريلمي في مصر. النهارده هنتكلم عن الريلمي جي تي ماستر اديشن. وخليني اقول لكم من البدايه كده ان الموبايل دوت موبايل مميز. خلينا نبدا باول حاجه وهو التصميم، واللي اكيد معظم الناس هتتفق ان التصميم بتاع الموبايل دوت تصميم مختلف. مش كتير بنشوف موبايل الظهر بتاعه مش متساوي، لا الظهر طالع كده منه حتت ونازل حتت، ولكن التصميم دوت عجبني لسبب، وهو ان هو بيعمل علامة صح جنب كل العيوب اللي انا كجورج مش بحبها في الظهر بتاع الموبايلات. اول حاجة الظهر مش بيبصم، لان هو مش معمول من ازاز، هو معمول من جلد وجلد نباتي كمان. لو بصينا بص على الموبايلات الموجودة في السوق هنلاقي ان معظمها معمول من البلاستيك، ازاز مصنفر يوم ما يكون الموبايل كده حاجه فخمه يعني، ولكن جلد هو اوبشن مش موجود كتير في السوق، وديت حاجه حلوه. انا كجورج احب جدا يبقى عندي موبايل ظهره جلد يعني. لا المهم، بما ان الموبايل جلد فهو برضو بيعمل علامه صح جنب الموبايل يتزحلق من ايدك، لان هو مفيش ملمس ناعم، فانت ماسك الموبايل الجريب بتاعته حلوه جدا. وبما ان الظهر بتاع الموبايل مش على استقامه واحده كده، فانت عارف تمسكه كويس، والموبايل بيبقى مسكته في الايد مريحه، انت مطمن وانت ماسك الموبايل. وتالت حاجه ان الظهر صعب جدا يتخربش، لان هو معمول من جلد، ولكن لو اتخربش اظن ان انت هتتضايق، لان هيبقى شكلها كده مش الطف حاجه. ولكن الموبايل بيجي بجراب كمان معاه في العلبه بنفس لون الموبايل، اللون الرصاصي كده اللي شكله لطيف، ولكن هو جراب سيليكون عادي. انا بصراحه لما مسكت الموبايل دوت ما كنتش حاطط عليه جراب، لان انا كنت عايز كده ايه اتفرج على شكله كل شويه، لان شكله فعلا مميز جدا وعجبني. من ورا كده هنلاقي الامضه بتاعه الديزاينر اللي عامل التصميم دوت، هو بصراحه تصميم مختلف ولكن عجبني جدا كده، مديني ايحاء ان انا ماسك طوبه في ايدي. فهو فعلا اول حاجه مميزه في الموبايل دوت هو التصميم بتاعه من الظهر، تصميم مختلف للناس المختلفه، اظن هيعجب ناس كتير. من تحت عندنا السماعات والمدخل بتاع الشحن، وعندنا كمان هيدفون جاك، ولكن في البوكس نفسه بتاع الموبايل مش بيجي بسماعات. وبالمناسبه الموبايل دوت بيجي بصندوق مميز جدا، عملت له انبوكسنج كامله هتلاقوها على الانستجرام وعلى تيك توك، اللينكات بتاعتهم تحت في الديسكربشن. موبايل بيجي بوكس كبير شويه، لان هو زي ما قلنا موبايل مش عادي، مميز حبتين، فهو الباكج كلها على بعض تبقى مميزه كده بالصندوق بتاعه. لما نتكلم عن الشاشه فانا مبسوط جدا برضو ان الشاشه هنا بتعمل علامه صح جنب معظم الحاجات اللي انا كجورج بدور عليها، واللي معظم الناس برضو بتحبها. الشاشه اللي بتيجي في الريلمي جي تي ماستر هي شاشه 6.5 انش تقريبا، بتيجي فول اتش دي من نوع سوبر اموليد. الشاشه هنا الدقه بتاعتها كويسه جدا، ولكن الالوان كمان بتاعتها حلوه جدا، بما ان هي شاشه سوبر اموليد من تصنيع شركه سامسونج. الالوان هنا هي الوان حلوه جدا، خصوصا الالوان الغامقه مثلا شبه الاسود او هكذا، الدارك مود على الموبايل دوت بيبقى شكله بصراحه جامد جدا، زيه زي اي موبايل تاني بيجي بشاشه سوبر اموليد. فهنا احنا عندنا علامه صح كده ان الالوان بتاعت الشاشه هي الوان مقبوله جدا، اذا كنت بقى بتحب تتفرج على كونتنت كتير او افلام، فالالوان هنا هتكون مريحه لعينك جدا. برضه السطوع او البرايتنس بتاعت الشاشه هنا ممتازه جدا، لو انت ماشي في الشارع او في مكان فيه نور عالي الموبايل هتشوف الشاشه بتاعته بمنتهى الاريحيه، مش هيبقى عندك مشاكل. بما اني برضه الشاشه هنا عندنا اموليد، فاحنا عندنا البصمه جوه الشاشه نفسها مدفونه في الشاشه، وديت بصمه يعني عاديه جدا تشتغل ما فيهاش مشاكل، شبهها برضه شبه اي موبايل تاني بيجي بشاشه اموليد. فهنا احنا عندنا نقطه مرضيه جدا بالنسبه للناس اللي بتحب تتفرج على كونتنت. ولما نيجي بقى للناحيه الثانيه للناس الجيمرز اللي بيكونوا عايزين تردد شاشه عالي، فبرضه الموبايل هنا بيدعم ال 120 هرتز، فالشاشه على طول سموث جدا، مع اني انا كجورج بشوف ان تردد الشاشه السريعه بيفرق اكتر في التقليب في الموبايل بقى، اذا كنت بتعمل سكرول في فيسبوك او في السيتنجز او في الموبايل عموما، بحس ان هي بتفرق معايا اكتر في التصفح بتاع الموبايل عن الالعاب. ولكن الموبايل هنا بيدعم ال 120 هرتز، فبرضه الشاشه بتعمل علامه صح كده جنب كل النقط. لو انت شخص بيحب يتفرج على محتوى، بيحب يلعب، عايز ترد الشاشه سريع، فالشاشه هنا هتكون مناسبه لمعظم الناس، شاشه ممتازه جدا وبتنافس بقيه الموبايلات اللي شاشتها كويسه في السوق. بنتكلم عن الاداء، فاحنا عندنا الاداء في الالعاب للناس الجيمرز، والاداء في المهام اليوميه شبه مثلا فيسبوك وانستجرام، الناس اللي بتفتح سناب شات والناس اللي بتفتح واتساب. فخلينا كده ناخد الموبايل حاجه حاجه بالنسبه للاداء. الموبايل
بيجي بمعالج سناب دراجون 778 مع 8 جيجا بايت رام. ونقطه من النقط اللي ممكن تكون مش احسن حاجه في الموبايل اللي انت ما ينفعش تحط ميموري كارد او تحط مساحه تخزين خارجيه للموبايل. لما نيجي نتكلم عن الاداء اليوميه مثلا شبه فيسبوك وواتساب وهكذا، فاحنا بنتكلم على موبايل في فئه متوسطه عليا، فمن الطبيعي جدا اللي هو يعمل لك كل الكلام دوت بمنتهى الاريحيه. اي حد عايز يشتري الموبايل دوت وهمه اللي هو يفتح فيسبوك وواتساب وهكذا، من الطبيعي جدا ان في الفئه السعريه ديت الموبايلات بتعمل دوت بسهوله. المعالج اللي هنا اللي هو سناب دراجون 778 مع 8 جيجا بايت رام مع السوفت وير بتاع الريلمي يو اي، هيديك تجربه مستقره جدا بالنسبه للتصفح بقى والتنقل من فيسبوك لماسنجر لواتساب للمهام اليوميه ديت كلها، مش هيبقى عندك اي مشاكل في النقطه ديت. طيب لو نيجي بقى للالعاب للناس الجيم، الناس اللي هي عايزه تلعب كتير على الموبايل بتاعها، في الاخر كده تجربه الالعاب عامله ايه؟ خلينا دلوقتي نتكلم شويه على تجربه الالعاب بتاعت ريلمي جي تي ماستر اديشن. طيب لما نتكلم في الاداء بتاع الالعاب، فده واحد من اكتر الموبايلات اللي انا كنت مستمتع بالتجربه بتاعه الالعاب عموما. اول حاجه الملمس بتاع الظهر هو ملمس جلد، فمش بيحسسني قوي بالسخونيه بتاعه الموبايل. برده الموبايل فيه نظام تبريد معقول جدا، فبرده حته السخونيه ديت انا ما اتضايقتش منها خالص، ويمكن كمان عشان احنا الفتره ديت الجو ساقع شويه فما كنتش حاسس بسخونيه كتير في الالعاب. لما نيجي للالعاب نفسها، فلعبه شبه ببجي انا كنت جايب بيها اعدادات الترا و اتش دي ار، واللعبه ما كانتش بتعلق خالص، كانت يعني الاداء بتاعها سموز وكان اداء مرضي جدا بالنسبه لي، مفيش تعليق كتير، مفيش لاج. برضو بالنسبه للشاشه فهي 120 هرتز، فبرضو النقطه ديت بتفرق شويه في ان الشاشه تكون سلسه وانت بتلعب، مع اني اصلا بحس اني بسلاسه الشاشه اكتر في العاب شبه كول اوف ديوتي او اسفلت 9 وهكذا. لو عندي تعليق واحد ممكن يكون على السماعه، لان هي سماعه مونو مع الباكج الحلو دوت كله، كنت اتمنى اخد سماعه ستيريو او سماعتين في الموبايل، كانت هتفرق جدا بالنسبه لاداء الصوت في الالعاب. بالنسبه للعبه شبه كول اوف ديوتي، فانا كنت جايب اعدادات فيري هاي وفيري هاي، ممكن كمان انزلها شويه لهاي واخد فريم ريت ماكس، ودوت اللي انا بحب اعمله بصراحه، لان اداء اللعبه بيكون سموث جدا حقيقي مع الشاشه ال 120 هرتز. برضه زي لعبه ببجي الموبايل ما كانش فيه اي لاج، الموبايل اداؤه ممتع جدا بالنسبه للناس اللي هي بتحب تلعب. برضه لعبت عليه اسفلت 9 كتير، اللعبه ديت المفروض هي من الالعاب الثقيله اللي بتسخن الموبايلات، السخونه ما كنتش حاسس بيها زي ما انا متوقع، وبرضه الاداء بتاع اللعبه كان مفاجئ بالنسبه لي، مفيش لاج كتير. فحقيقي الموبايل دوت انا انصح بيه لاي حد بيحب الالعاب، الالعاب هنا معقول جدا وهيبقى مرضي لاي حد بيحب يلعب. طيب دلوقتي بقى خلينا نتكلم شويه على فئه ثانيه من الناس، الناس المهتميه بالتصوير. فهنا نتكلم على الكاميرات بتاعه الريلمي جي تي ماستر اديشن. اسم طويل شويه بس خلينا نتكلم عن الكاميرات. لما نتكلم عن الكاميرات، فعندنا الكاميرات الخلفيه هم 3 كاميرات، العدسه الرئيسيه هي 64 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8، والكاميرا الوايد 8 ميجا بكسل، والكاميرا الماكرو 2 ميجا بكسل. لما نتكلم عن الكاميرا الرئيسيه في الاضاءه بتاعه النهار، فهي فعلا بتطلع صور كويسه جدا، وما اقدرش اقول اللي هي صور حقيقيه، لان في فرق ما بين الصور الحقيقيه والصور الحلوه. الصور هنا الوانها مش حقيقيه قوي، ولكن هي الالوان اللي الناس بتحبها، اللون مثلا بتاع البشره او بتاع السحاب او هكذا ما بيكونش حقيقي 100%، ولكن بيكون جميل. ففعلا الكاميرا بتطلع هنا صور جميله بالوان جميله في الاضاءه بتاعه النهار. لما نيجي بالليل الوضع بيختلف شويه، مش بتطلع احسن صور موجوده في الفئه السعريه بتاعه الموبايل دوت، ولكن بشكل عام اي كاميرا هنا كانت بالنسبه لي مرضيه جدا. برضه لو حد بيحب التصوير ممكن يكون في اوبشنز احلى، ولكن ده برضه اوبشن قوي جدا بالنسبه للكاميرا الرئيسيه. بالنسبه للكاميرا الوايد فهي كاميرا عاديه جدا 8 ميجا بكسل، ولكن زيه زي معظم الموبايلات اللي في نفس الفئه السعريه، الكاميرا الوايد 8 ميجا بكسل ادائها يعني عادي، هتاخد بيها الصور ولكن مش احسن صور، والكواليتي بتاعتها لا تقارن قوي بالعدسه الرئيسيه. ولما نتكلم عن الكاميرا السيلفي، فهي كاميرا ممتازه جدا بصراحه في الموبايل دوت، عجبتني جدا. هي كاميرا 32 ميجا بكسل، مناسبه جدا للناس اللي بتحب تاخد سيلفيز كتير شبه مثلا البنات او كده، وكمان الدايناميك رينج بتاعها ممتاز جدا، الالوان بتاعتها حلوه جدا زي ما قلت، برده الالوان مش حقيقيه ولكن هي الوان جميله، فعلى حسب بقى انت بتحب انه ستايل في الصور الكاميرا ديت هتكون مناسبه ليك او لا، ولكن ككواليتي كاميرا اماميه فهي كواليتي محترمه جدا، وبصراحه كنت مستمتع وانا باخد بيها صور سيلفي. لما نيجي نتكلم عن البطاريه، فاحنا هنا عندنا بطاريه 4300 ملي امبير، والاداء بتاع البطاريه هنا هيعتمد على حاجات كتير، زي مثلا انت مشغل دارك مود ولا لا، لان زي ما قلنا الموبايل بيجي بشاشه سوبر اموليد، فانت لو مشغل الدارك مود مثلا البطاريه هتقعد
هتقعد معاك اكتر، وبرده ال 120 هرتز لو انت فتحها على طول فالبطاريه هتخلص معاك اسرع، ولكن بشكل عام البطاريه هتكمل معاك اليوم، ما اعتقدش ان هي ممكن تقعد معاك اكتر من يوم. ولكن النقطه الكويسه هنا ان الشاحن اللي بيجي في الصندوق هو شاحن 65 واط، اللي بيسميه شاحن السوبر تارت، ودوت شاحن انا بحبه جدا يعني. وحقيقه انا اي شركه بتعمل شحن سريع مثلا 60 واط او 65 واط انا بحب جدا الموبايلات بتاعتهم، لان انا بحب تقنيه الشحن السريع. الشحن اللي بيجي مع الموبايل بيشحن لك الموبايل من 0 ل 100% في تقريبا نص ساعه، فديت يعني حوار جامد لوحده، انت مش لازم بقى تسيب الموبايل على الشحن من بالليل للصبح وكده، فالبطاريه هنا مقبوله جدا والشاحن ممتاز. اخر نقطه هنتكلم عليها وهي السعر او التسعير، لان السعر دلوقتي انا معرفوش، انا بصور الفيديو دوت والموبايل لسه مش هينزل دلوقتي خالص، هينزل كمان شهر تقريبا، فالسعر انا لسه مش عارفه بالظبط. ولكن نقطة التسعير ديت مهمة جدا، لان لو ريلمي سعرت الموبايل دوت كويس رغم التأخير بتاعه في مصر اظن هيكون اوبشن كويس جدا لناس كتير. المهم الوقت ان انت بتشوف فيه الفيديو دوت الموبايل نزل رسميا في مصر، فهتلاقوا السعر بتاعه في اول كومنت في الكومنتات تحت. اتمنى فعلا ان ريلمي تظبط حته التسعير عشان دي هتفرق جامد بالنسبه للموبايل. وبس كده، ده كان رايي انا في الموبايل، ولكن طبعا الاهم هو رايكم انتوا، هستناه في الكومنتات. متنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتعمل سبسكرايب في القناه لو انت لسه مش عامل اشتراك دلوقتي، عشان اي فيديو جديد ينزل تكونوا من اوائل الناس اللي تشوفوه. وبس كده، زي ما قلت لو انتوا عايزين تشوفوا الانبوكسنج بتاع الموبايل دوت او فيديوهات كده لطيفه سريعه، شوفوا الانستجرام وتيك توك، هتلاقوا اللينكات بتاعتهم تحت في الديسكربشن. وبس كده، دي كانت كل حاجه الفيديو بتاع النهارده. شكرا على شفتوا الفيديو، واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه. سلام.